واحد عكس كده بتقول من ساد سيفن برضه بتقول انا عصبية جدا ولا استطيع التحكم فماذا افعل. ده كلمة عصبية ضد حكاية الجنس اللطيف. ازاي تبقى من الجنس اللطيف وعصبية؟ عقلي ورؤي وخلي ليكي طبع المرأة اللطيفة اللي يفرح بيها الكل. ونصيحتي ليكي انك تشتري مراية، ومنين ما تبقى عصبية بص في المراية وهتلاقي انك انت مش عاجبك شكلك وانت عصبية، امال غيرك هيعمل ايه؟ انا عملت لكم اصدرت لكم كتاب عن الغضب، يا ريت تقري هذا الكتاب وفيه اسباب الغضب وعلاجه، بس ارجو بعد ما تقريه ما تبقيش عصبيه وتقطعي الكتاب وترميه. انا بعمل حساب المستقبل برضه.